النهارده سيادة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كان بيتفقد الإجراءات المتعلقة برفع الكفاءة القتالية لوحدة من وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية علشان طبعا يشوف ويقيم مدى جاهزيتها لتنفيذ أي مهام تكلف لهذه الوحدة للحفاظ على حدود مصر من الاتجاه أو على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. إجراءات تفتيش الحرب، وأشاد سيادة الفريق محمد فريد بهذه الإجراءات وطالب قواتنا المسلحة باليقظة لمواجهة المخاطر. نتابع. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها. أعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات. وفي سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد مع عدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية وعبر تقنية الفيديو كونفرنس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات، كما ناقشهم في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها. وأشاد الفريق محمد فريد بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما طالب رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومي المصري.